حسن، ليش دبي؟ لأن أمن وأمان، راحة واطمئنان، تأمل المكان، إنشاء بنيان، احترام وامتنان، تطور عمران، تألق وإتقان، مناظر وجبال، صحراء ورمال، حب واستقبال، شواطئ كريستال، جواهر وأشكال، علم وخيال، شغل وأموال، استباقية بحداثتها، أولوية بمساعداتها، غنية بصادراتها، القانون أولويتها، نور بضاءاتها وناسها وعيالها ورجالها، حرة بأعمالها، تتقن أشغالها، تتنافس بمستقبلها، تواكب برحلتها، المعالم سياحتها، الفضاء مساحتها، أبراجها متعتها، مستقبل وازدهار، حدائق وانبهار، حدائق وأزهار، تملك واستثمار، ضمان واستقرار، مسابح وبحار، حب وجاذبية، بيئة عالمية، تعبير وحرية، إلك أولوية، مواقع تجارية، قرية عالمية، مدينة ذهبية حلوة واقعية، ما بيها ازدواجية ولا حتى ضريبية، ما يحملوك مني حياة ترفيهية، ما بيها أنانية، أبحاث علمية واقعية خيالية. أيا بايا دبي، تأليفي من القلب حسن فؤاد.